السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ انا مروة احمد من قناة مروة احمد. فيديو النهاردة يعني جديد شوية على القناة بتاعتي، هو فيديو انبوكسنج. وصلتني هدية من شركة ميك اب فور ايفر، فهفتح معاكم دلوقتي البوكس عشان نشوف ايه اللي موجود فيه. فقبل ما نكمل الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتابعوني على الشانل عشان توصلكوا كل حاجة جديدة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات في وقتها. يلا بينا نشوف ايه اللي وصلني. زي ما انتم شايفين كده، دي الحاجة اللي وصلتني من اراماكس، وصلتني من ميك اب فوريفر. فانا هفتحها معاكم دلوقتي ونشوف ايه اللي فيها. دي الشنطة من ميك اب فوريفر، مكتوب عليها حلوة رمضان، جواها حاجات كتير قوي. انا متحمسة جدا اعرف ايه الحاجات اللي جوا. اول حاجه لقيتها هي باليت جلادزي من ميك اب فور ايفر، اللي هي اللي بتستخدم للوش والكونتور، وكمان ممكن تبقى اي شادو. خليني افتحها معاكم، هفتحها واعمل لكم سواتشز كمان. يعني واو، الالوان خرافيه بجد، الالوان تحفه. هعمل لكم دلوقتي عليها سواتشز وهتشوفوها كلها، والمرايه كمان بتاعتها حلوه جدا وبجد حلوه قوي، عجبتني قوي. ميرسي ميك اب فور ايفر. لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم ميك اب بالمنتجات بتاعه ميك اب فور ايفر اللي لسه واصلاني، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هعملها لكم. هتبقى تجربه جديده عليا عشان اول مره هجرب احط ميك اب، يعني هحاول نبقى بروفيشنال شويه. فلو انتوا حابين اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله اعملها، ويبقى في فيديو حلو قريب ان شاء الله. تاني حاجة لقيتها هي الالترا اتش دي سوفت لايت من ميك اب فور ايفر، 4 شيدز منه. خليني افتحهم واشوفها لكم. هما اليمينيشن، الارقام بتاعتهم هصورها لكم برضو كلوز. هما 30 و40 و50 و20. الفور شيدز دول لما تيجوا تستخدموهم لازم ترجوهم كويس عشان تستخدموهم. حبيتهم قوي. بعد كده باليت تانية من ميك اب فور ايفر اسمها ستارليت اي باليت. متهيألي ان انا عرفت ان هي 3 شيدز برضو، فخلينا نفتح نشوفها. يا بصوا من ورا عليها الشيدز ازاي، هي نفتحها ونشوفها مع بعض. ده اللي بيجي معاها. سموكي اليت لوك، محدد لك الالوان بتاعتها، الالوان اللي انت بتستخدموها. في كذا لوك هنا، هصورهم لكم كلوز برضو عشان تشوفوهم اكتر. دلوقتي بقى جه الوقت ان احنا نفتح الباليت ونشوفها من جوه. واو، الالوان حلوه جدا، من النيود لحد البلاك. في منها النيود وفي منها الشيمري، حلوين قوي قوي قوي، مبسوطه جدا بيهم. ستارليت ميك اب فور ايفر باليت حبيتها جدا، الباليت كده محترمه وجميله قوي، فمتحمسه جدا ان انا اجربها. خلينا نشوف ايه تاني موجود في الشنطه. الحاجه اللي بعد كده اللي لقيتها هي ارتستيك روج انك من ميك اب فور ايفر، 6 الوان مختلفين من رقم 1 لرقم 6. متحمسه جدا اني اجربهم، هعمل لكم عليهم سواتشز دلوقتي. حلوين قوي، اللي هم شكلهم الشكل الجديد اللي هو شكل ازازه المانيكير اللي هم عاملين كده. متحمسه قوي اني اجربهم، هعمل لكم عليهم سواتشز و ان شاء
نشوف ايه تاني موجود. وبس ده اللي كان جوه الشنطه. ميرسي قوي يا ميك اب فور ايفر. يا جماعه لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده واحنا لسه في رمضان، اكيد انا هنزله واحنا لسه في رمضان، وانتوا بتشوفوا الفيديو ده في مسابقه موجوده في ميك اب فور ايفر اسمها حلوه رمضان، موجوده على اليوتيوب شانل بتاعتهم. هسيب لكم اللينك بتاع اليوتيوب شانل بتاعتهم تحت في الديسكربشن بوكس. روحوا جاوبوا على الاسئله اللي هم الفوازير اللي هم بيحطوها، وان شاء الله تكسبوا وجوائزهم حلوه جدا. ولو هتكسبوا هتكسبوا شنطه زي دي من حلوه رمضان فيها نفس المنتجات دي. اتمنى لكم ان الفيديو يكون دمه خفيف عليكم، وانكم تروحوا بسرعه عشان تشتركوا في المسابقه. كل يوم في مسابقه، كل يوم في 5 فائزين، فروحوا على طول على قناه ميك اب فور ايفر على اليوتيوب واشتركوا في المسابقه. واتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم.